الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ثم ما بعد، ما حكم من نذر ثم مات ولم يوفي بنذره؟ حكم من مات ولم يوفي بنذره. نقول أولا لعامة المسلمين لا تنذروا، نقول عامة المسلمين لا تنذر، إن وسع الله عليكم فوسعوا على الناس، إن من الله عليكم من فضله فأعطوا الفقراء والمساكين وفعلوا الخير، لكن لا تنذر. فالنذر أنت تكلف نفسك بأمر ما لم يكلفك الله به، أنت تكلف نفسك بأمر ما لم يكلفك الله به. فقول لا، الإنسان لا مست... ليس مستحب أن يكلف نفسه بعبادة لم يكلفه الله به. يعني مثلا أنت ربنا من عليك خلاص بأمر ما، خلاص عايز تطلع على المساكين، روح طلع فلوس، قول بكرة إن شاء الله طلع فلوس من جيب المساكين، واستثني كده، قول إن شاء الله إن شاء الله طلع، وروح طلع على المساكين. إنما أنت ما تقولش لله على إن فعل لا فعلا، أنت تكلف نفسك يا حبيبي في الله، أنت تكلف نفسك، فلما تكلف نفسك بأمر لم يكلفك به الله عز وجل؟ طيب هو كلف نفسه عم الشيخ وخلص، وقضى الله ما شاء فعل، مات ولم يوفي بهذا النذر، فما الحكم؟ نقول هل هذا النذر كان صيامه؟ لو النذر ده صيام نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. كان ناوي يصوم أو نذر صيام 10 أيام ومات قبل أن يصوم، نقول له لا يصوم 10 أيام. أنتوا مثلا ولاده 5 أولاد، يبقى كل ولد يصوم يومين، أو عايزين كل ولد يصوم، أو ولد يصوم 10 أيام لا حرج، أو حد من بره العيلة هيصوم لا حرج. يبقى من مات عليه صيام صام عنه وليه، أي حد من أوليائه من الذين يرثونه يصوم عنه هذه الأيام، لحديث هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو كان نازل يا عم أن يحج، كان نازل أن يحج ثم مات قبل أن يحج. نقول برضو من نذر أن يحج فمات قبل أن يحج يجب على أوليائه أن يحجوا عنه، أن يحجوا عنه. لحديث ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج فماتت ولم تحج، قال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضي؟ قال نعم يا رسول الله، قال فاقضوا فاقضوا، فدين الله أحق بالوفاء، فدين الله أحق بالإيه؟ بالوفاء. وفي مصنف ابن شيبة أن رجل أتى ابن عباس فقال إن أمي نذرت أن تعتكف 10 أيام فماتت، فقال اعتكف عن أمي. يبقى لو نذر حج يحج عنه أولياء، لو نذر صيام يصوم عنه أولياء. طب لو نذر مال، كان نذر وطلع 1000 جنيه لله، 2000 جنيه لله، 10000 جنيه لله، ثم مات قبل أن يوفي بهذا النذر، نقول يخرج من ميراثه قبل أن يوزع الميراث. يعني هو نذر أن يطلع 1000 جنيه، قبل ما توزع التركة طلع 1000 جنيه، هتشتروا بقى طعام أو طلعوها المساكين حسب ما كان نازل. لا ده هو نازل إنه يتبرع مثلا ب10000 جنيه، قبل ما توزعوا الميراث طلعوا اللي عليكم، لأن ده دين، ده دين في رقبته، فقبل ما يوزع الميراث يجب أن يخرجوا عليه، أن يخرجوا المال الذي نذره. يبقى لو حج أو صيام هيصوم عنها أولياء ويحج عنه أولياء. أما لو كان مال قبل الميراث، لو كان مال قبل الميراث نطلع اللي عليه، سواء الدين ده لله او دي مش احنا بنطلع، لو كان للناس جه عمك فلان قال لك انا كان لي عند ابوك 1000 جنيه ولا 2000 جنيه والورا اهو، بتقول له خلاص حقك اهو، ده دين على ابي، ده اسمه دين للناس. اما النذر فدين لله، النذر دين لله والاخر دين للناس، فيخرج دين الناس ويخرج دين الله، يخرج دين الناس ويخرج دين الله، ركز معايا كده، يخرج دين الناس ويخرج دين الله، ثم بعد ذلك توزع التركه قسمه شرعيه او تقسم التركه قسمة شرعية. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.